بعد أقل من 3 أسابيع على زلزال مدمر أوقع أكثر من 8000 قتيل، ضرب زلزال جديد بقوة 7.3 درجات نيبال، ما أدى إلى سقوط 24 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى والمفقودين بحسب حصيلة أولية. وقد أدت هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.3 إلى اهتزاز الأرض في هذا البلد الصغير الواقع في جبال الهملايا. الزلزال أحدث رعبا لدى النواب الذين كانوا يعقدون جلسة، مما اضطرهم إلى الفرار وإخلاء المبنى على الفور. ووقع الزلزال الجديد قرب قمة إيفرست، وشعر السكان في شمال الهند وبنغلاديش بالهزة الأرضية، فيما أدى إلى انهيار بعض المباني في مقاطعة تبت في الصين المجاورة. وتركز الزلزال على بعد 83 كيلومترا إلى الشرق من كاتماندو، وذلك في مناطق ريفية قرب الحدود مع الصين.